السلام عليكم بناس، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي شيوة مها. اذا اول مره كتزوروا القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما ما هو جديد. اليوم ان شاء الله نحضروا واحد التحليه عائليه كتجي رائعه بزاف. الطبقات كيجيو ثلاثه ديال الطبقات، هانتوما كيف كتشوفوا رائعه بزاف، هانتوما البنات كتجي غزاله بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم. هانتوما كتجي غزاله بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم. اذا عجبكم هذا الفيديو نتمنى تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتخليو لي كومونتير لتحت وبارطاج. نخليكم على المقادير. بالنسبه للطبقه الاولى كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال النشا، يمكنكم تعوضوهم بالدقيق ولا بلا كريم باتيسري، جوج معالق كبار ديال السكر، ملعقه كبيره ديال الكاكاو مر. نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا خديت واحد البول اللي غنخدم فيها. دابا كنوضع نصف لتر ديال الحليب، كنعمل ملعقه كبيره ديال الكاكاو مر وجوج معالق كبار ديال السكر. وجوج معالق كبار ديال النشا. وكنضربهم بالخلاط اليدوي على هذا الشكل هذا مزيان. ودابا البنات كنوضع الخليط ديالي في كاسرول على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا وضعت الخليط ديالي فوق النار على نار مهيله، كنبقى مع التحريك مستمر حتى كتكونوا عندنا فقاعات وكيعقدنا الخليط وكنطفيو على البوطه. كيف كتشوفوا البنات ملي كيولي عندنا الخليط على هذا الشكل هذا، دابا كيكون صباح عندنا واجد. ودابا كنوضع الطبقه الاولى في المول على هذا الشكل هذا، وكنوزعوه بهذا الشكل هذا، وكنخليوه يبرد شويه عاد ندخلوه للثلاجه لمده ساعتين. بالنسبه للطبقه الثانيه كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر، جوج معالق كبار ديال النشا، يمكنكم تعوضوا النشا بالدقيق اولا كريم باتيسري، جوج اكياس ديال الفاني، والجبن مربع انا استعملت ثلاثه منه، يمكنكم تستعملوا الجبن المثلث. نبداو على بركه الله. كنعملوا هنايا الحليب، كنعملوا السكر، كنعملوا جوج اكياس ديال الفاني، كنخلطوا على هذا الشكل هذا، وكنضيف النشا. النشا اللي هو مايزينا، وكنضيفوا الجبن، كنبقاو نحركوا على هذا الشكل هذا حتى يذوب لنا شويه. دابا البنات كنوضعوه في كاسرونه على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا وضعته فوق النار وخليته على نار مهيله، وكنبقى مع التحريك حتى يقادنا الخليط ديالنا. كيف كتشوفوا البنات ملي خرجت الطبقه الاولى من الثلاجه، هانتوما كيف كتشوفوا. دابا غنوضع الطبقه الثانيه اللي حضرت معكم. دابا كيف كتشوفوا عقدت لنا، كنحاولوا اننا نوزعوه بهذا الشكل هذا باش تجينا متساويه. كنخليوها تبرد شويه وندخلوها للثلاجه لمده ساعه. خليكم معايا نعدلوا الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه البنات كنحتاجوا جوج معالق كبار ديال النشا، يمكنكم تعوضوهم كيف قلت لكم قبل بالدقيق ولا بلا كريم باتيسري، واحد كيس ديال الفاني، جوج معالق كبار ديال السكر على حسب الذوق، كاس ديال عصير البرتقال، ربع كاس ديال العصير الحامض، كاس ديال الماء. اول حاجه كنعملوا الماء الحامض، العصير ديالو عصير البرتقال، كنعملوا السكر، كنعملوا واحد كيس الفاني، كنعملوا النشا جوج معالق كبار، كنخلطوا على هذا الشكل هذا
دابا البنات غنوضعوا هاد الخليط ديالنا ديال الطبقه الثالثه، الكاسرول. كيف كتشوفوا وضع هاد الخليط ديال الطبقه الثالثه على النار، على نار مهيله، كنبقى مع التحريك مستمر حتى كيجيونا فقاعات، كيتكونوا عندنا فقاعات، وديك الساعه طفيو عليه. كيف كتشوفوا البنات ملي بردت لي الطبقه الثانيه، ها انتما كيف كتشوفوا، دابا غنوضع الطبقه الثالثه اللي هذه حضرت معكم، ها انتما كيف كتشوفوا كتجي عقده، غنوضع معكم تشوفوا. انتما كيف كتشوفوا، كيف كتشوفوا البنات، انا عملت الطبقه الثالثه كيف كتشوفوا باقا سخونه. دابا غنخليها تبرد شويه وندخلها للثلاجه ونرجع معكم لمده ساعه، نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات ملي خرجت التحليه ديالنا من الثلاجه، انتما كيف كتشوفوا انها بردت، كتجينا على هذا الشكل. هذا يمكنكم تذوقوها ب شوكولا فيرميسيل، ولا تذوقوها بقرقع، اي حاجه عندكم متوفره في المنزل على هذا الشكل. هذا كيبقى تزين على حسب كل واحد وشنو بغى يزين. وكتصبح التحليه ديالنا العائليه واجده على هذا الشكل. هذا ها انتما كيف كتشوفوا كتجي رائعه بزاف، ثلاثه ديال الطبقات، ها انتما الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، قطع معكم تشوفوها. كيف كتشوفوا البنات ملي قطعتها كتجي على هذا الشكل. هذا هانتوما كيف كتشوفوا كيبانوا ثلاثه ديال الطبقات، كتجي غزاله بزاف. نتمنى تعجبكم، اذا عجبكم الفيديو نتمنى تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله.